لليوم الرابع على التوالي تظاهرات في قضاء سوق الشيوخ تطالب بتوفير الخدمات وإقالة عدد من المسؤولين. الكاظمي يؤكد لوزير خارجية فنلندا ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته. وفي الموقف الوبائي تسجيل 2258 حالة شفاء من كورونا و2361 إصابة. نشرة الأخبار من العراقية الإخبارية، السلام عليكم. خرج المئات من المتظاهرين في قضاء سوق الشيوخ التابع لمحافظة ذي قار احتجاجا على تردي واقع الخدمات في المدينة، وشهدت الاحتجاجات قيام المتظاهرين بإغلاق مداخل المدينة والتقاطعات الرئيسة عبر قطع الطرق وحرق الإطارات، وطالب المحتجون بإقالة المسؤولين في القضاء على خلفية تردي واقع الخدمات وعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو. الكاظمي أشاد خلال اللقاء بمواقف فنلندا الإيجابية الداعمة للعراق في المجالات السياسية والاقتصادية. كما أكد رئيس الوزراء رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل داعش لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم. بدوره أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أن العراق يستند في علاقاته على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور بما يحفظ سيادته واستقراره. الرئيس صالح خلال استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو شدد على أهمية العمل المشترك مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن العراق يولي الاهتمام للجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه. بدوره أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق في الميادين كافة. رحب وزير الخارجية فؤاد حسين بفتح سفارة جمهورية فنلندا في بغداد بعد 30 عاما من الانقطاع. حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو الذي وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية معللة، أكد بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. من جانبه أكد وزير الخارجية الفنلندي أن بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق. نرحب بإعادة فتح سفارة جمهورية فنلندا في بغداد، واليوم سنقوم معا بافتتاحها. وكان هناك انقطاع لمدة 30 سنة. نحن سعداء بافتتاح السفارة مرة أخرى. في مباحثاتنا مع زميل الفنلندي تناولنا مجموعة من الملفات والتي تتعلق بمجموعة من المحاور. أولا العلاقات الثنائية والتأكيد على تطوير هذه العلاقات، والشركات الفنلندية لعبت دورا مهما في
الاقتصاد العراقي. My second time actually I worked for the UN and UNEP. نزيد التعاون مع الاتحاد الأوروبي بين العراق والاتحاد الأوروبي. وثمة حديث أيضا في بروكسل فيما يخص التعاون الاقتصادي بين العراق مع هذه الكلمات. أود أن أحييكم جميعا وأتطلع إلى برنامج ممتاز قد حضر لي وللوفد المرافق لي. إلى ذلك افتتح وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ونظيره الفنلندي مبنى السفارة الفنلندية في العاصمة بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عاما. المهام الأولى اللي كانت هي للسفارة أنه مهام دبلوماسية لإعادة العلاقات ولتطويرها، وكانت وخصوصا بموضوع محاربة داعش، وبعد يعني تصرف مبالغ ملايين دولارات بخصوص المهمة، ف يعني نركز بالاهتمام على المصالح والمهام والمصالح الفنلندية في العراق ولتطويرها في كافة المجالات. وفي سياق موازن أكدت عضو مجلس النواب عالي نصيف أن الوسطية ستكون الفيصل في علاقات العراق الخارجية. نصيف وفي حديثها لبرنامج دائرة حوار قالت إن منح الكاظمي القرار السياسي بداية نجاح علاقات العراق مع محيطه الخارجي. الوسطية هي التي سوف تكون فيصل في العلاقات في المرحلة القادمة. طبعا هذا الشيء يعتمد بنفس الوقت أستاذ كريم على توحد القرار السياسي الداخلي وامتلاك الكاظمي للقرار. بدون امتلاك الكاظمي للقرار السياسي هذا اللي كله اللي تكلمنا عليه بأن تكون به مصلحة العراقي، أعتقد صعب يتحقق. يعني اليوم إذا مو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية ما تتخندق على أساس سياسي أو تمحور حزبي وتعطي القرار السياسي للكاظمي وحتى الاقتصادي، أنا أعتقد ممكن أن يتقدم. مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى التظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في قضاء سوق الشيوخ في الناصرية. ينضم معنا لتفاصيل أكثر مراسل العراقية الإخبارية من ذي قار علي حسن. علي، مساء الخير. يعني لليوم الرابع على التوالي تظاهرات واحتجاجات في قضاء سوق الشيوخ لمطالبين بالخدمات. ضعنا في الصورة، حدثنا أكثر، ما هي آخر المستجدات في القضاء؟ نعم المهل، العراقية الإخبارية متواصلة في نقل الأحداث وخصوصا ما يجري في قضاء سوق الشيوخ شرقي محافظة ذي قار. هذا القضاء الذي للأسف الشديد أصبح بؤرة لإحدى البؤر الكبيرة حقيقة لفيروس كورونا. المهمة لمواجهة هذا الفيروس، وبسبب أنه إرسال يعني أغلب المرضى إلى مركز المحافظة وعدم كفاية ما تمتلكه المؤسسة الصحية في هذا القضاء من مستشفى، هو بالحقيقة لا يمكن اعتبار يعني المؤسسة الصحية ترتقي لأن تكون مستشفى في هذا القضاء، لكنه على الرغم من أنه المساعدات الكثيرة التي قدمها السيد علي أنا سألتك على الاحتجاجات والتظاهرات. علي إذا سمحت لي، إلى دعم الخيرين من علي. نعم سألتك. نعم عن نعم آخر هذه الأسباب. هو سبب المهلل، هو سبب. نعم تفضل. نعم نعم المؤهل، يعني ما يجري هناك أسباب مجتمعة لأن تدفع أبناء قضاء سوق الشيوخ للخروج والمشاركة في تظاهرات استمرت حتى اليوم الرابع للمطالبة بتوفير على يعني القائمة. رأس القائمة هو التيار الكهربائي يكاد معدوم، يعني ما توفره مديرية توزيع كهرباء ذي قار لهذا القضاء وتذبذبه الكبير، يعني الذي أدى إلى خسارة كبيرة في أجهزة منازل المواطنين، وبشكل يكاد يكون أغلب المنازل في هذا القضاء قد تأثرت بتذبذب هذا التيار، وكذلك إلى تراجع
منظومة الإساءة المياه الصالحة للشرب وتقادمها، كذلك يعني الطرق الرئيسة يعني متهرة ومتهالكة، توقف أغلب المشاريع المخصصة لإنقاذ ومساعدة أهالي هذا القضاء وغيرها، يعني طالبة من خلال الخروج أبناء القضاء لإقالة أغلب مدراء هذه المؤسسات التي من المفترض أن تعمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات وأن ترتقي بخدماتها. نعم. لأبناء هذا القضاء، وكذلك توجهنا يعني من أجل أنه الاستجابة لمطالب المتظاهرين. نعم. إلى رأس الهرم في محافظة ذي قار، محافظة ذي قار يعني. طيب. فكانت إجابته أنه أعطى إجازة مفتوحة لقائم مقام هذا القضاء لما بعد عيد الأضحى المبارك، وهناك يعني توصيات وتوجيهات من مجلس الوزراء وهو محدد بأنه إقالة أو عدم إقالة المدراء وخصوصا قائم مقام سواء قضاء سوق الشيوخ أو غيره من الأقضية يكون هو بالتحديد من صلاحية مجلس الوزراء. يعني هم المتظاهرون علي طالبوا بإقالة بعض مديري المؤسسات الخدمية، يعني هل تمت استجابة من قبل المحافظة الجهات المسؤولة أم أجلت إلى ما بعد عيد الأضحى كما ذكرت؟ بحسب لقائنا يعني قبل قليل مع محافظ ذي قار، كان هناك توجه مسبوق ومنذ أيام للتحرك والتعاون مع المتظاهرين ومع باقية أبناء المحافظة لإقالة وإعفاء أغلب المدراء السابقين وتنصيب من الكفاءات والقادرين على تقديم خدمات أفضل خلال الفترة يعني القادمة، وكذلك التحرك على مستوى المركز بغداد ومطالبة الوزارات المعنية بالتعجيل، على الرغم من أنه انخفاض وتراجع التخصيصات المالية، لكنه هناك اليوم حاجة وحاجة ملحة لهذا القضاء على وجه التحديد. نعم. على الرغم من أنه أغلب مدن محافظة ذي قار المنكوبة تشهد يوميا هي تظاهرات مستمرة للمطالبة بتقديم خدمات أفضل، إنه قضاء سوق الشيوخ اليوم بحاجة سريعة إلى تقديم. نعم. حلول عملية على أرض الواقع المهلهل. نعم، علي حسن من ذي قار مراسل العراقية الإخبارية، شكرا لانضمامك إلينا. عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية لمناقشة النسخة النهائية لقانون الانتخابات، وذكر بيان لمكتب الحلبوسي أن الاجتماع ترأسه رئيس البرلمان بحضور النائب الأول حسن الكعبي ورؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية بشأن الدوائر وقانون الانتخابات، وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. دعا الناطق باسم تحالف عراقيون النائب حسين عرب إلى إكمال توطين رواتب جميع موظفي الدولة. عرب في حديث له لبرنامج دائرة حوار طالب بإنهاء التعامل الورقي أو النقدي واستبداله بالنقد الإلكتروني. الرواتب اللي تعطى للموظفين جزء منها حسب ما صرحوا الوزراء وهمي. هذا أول شيء لازم يصير توطين للرواتب، حتى وزارة الدفاع لازم الكل يوطن راتبه. اثنين، لازم عندنا عملية تفعيلها بشكل يعني ظل هاي جائحة كورونا لازم نسوي النقد الإلكتروني. بعد أنا مو أنا بزمن ما قبل الإسلام وجعل على الجمال أحط الأموال وافتر بها بشارع بغداد، هاي عملية والله حتى عيب، يعني ماكو شيء بالعالم كله عملية تحط فلوس بسيارة وتمشي ويوديها لذا المصرف، ماكو شيء قضية. باشرت ملاكات وزارة الموارد المائية في صلاح الدين بحملة واسعة لرفع التجاوزات عن الحصص المائية لنهر الإسحاقي بغية توزيعها بشكل عادل. حملة موسعة لرفع التجاوزات من على نهر الإسحاقي لإيصال الحصص المائية إلى أذناب النهر وحسب توجيهات الوزارة من أجل الترشيد والسيطرة على الموارد المائية في صلاح الدين وتوزيعها بشكل عادل بمناطق جنوب المحافظة. إشارة إلى توجيهات السيد معالي وزير وزارة موارد مائية المحترم، وبمتابعة السيد مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل المحترم تقوم مديرية الموارد المائية الإسحاقي وبالاشتراك مع الوحدات الإدارية والقوات الأمنية بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الحصص المائية
وعلى الخطوط الكهرباء التي تدعم بحيرات الأسماك. لم تقتصر الحملة على إيقاف التجاوزات على الحصص المائية فحسب، بل شملت محاسبة من تجاوز على الشبكة الكهربائية، كون هذه التجاوزات تشكل عبئا على كاهل الشبكات. إزالة التجاوزات الحاصلة وخاصة البحيرات الأسماك، وقمنا بوضع عدة خطط، عدة نقاط. أولا برفع التيار الكهربائي ضمن الخطة. النقطة الثانية بتبليغ الفلاحين بصرف كميات الأسماك، وتمنع إعطاهم مدة محددة لغرض رفع هذا التجاوز. والهدف من هذه الحملة هو إيصال المياه إلى ذناب القنوات وإلى ذناب الجدول الرئيسي. عملية رفع التجاوزات جاءت لمنع المتجاوزين الذين تسببوا بإضعاف الحصص المائية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الواقع الزراعي. هذا ما دفع الكوادر للعمل على رفع تلك التجاوزات بأسرع وقت ممكن. أنمار الشمر، العراقية الإخبارية، صلاح الدين. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2258 حالة شفاء من فيروس كورونا، فيما سجلت 2361 إصابة و80 حالة وفاة بالفيروس. وأكدت الوزارة أنها أجرت اليوم 16,947 نموذج فحص لكشف الفيروس. تنضم معنا شبكة مراسلي العراقية الإخبارية من المثنى علي كريم ومن النجف منتظر الشريفي. أبدأ معك من المثنى علي كريم. مساء الخير علي، ما هي آخر المستجدات وحدثنا أكثر عن الموقف الوبائي، إصابات، حالات شفاء، وفيات لا سامح الله. نعم علي. نعم مؤمل، حقيقة يعني ما زالت المثنى تسجل المزيد من الإصابات، بالمقابل أيضا ما زالت المثنى تسجل عدد من حالات الشفاء. في موقف اليوم سجلت محافظة المثنى 72 إصابة، أما حالة الشفاء فكانت مقاربة ب 71، اكتسبت الشفاء التام وحالتين وفاة. أما الموقف التراكمي فقد بلغ 1900 حالة. عدد الراقدين في ردة العزل والحجر المنزلي بلغ 789، أما عدد المتعافين فقد بلغ 1051، أما عدد الوفيات فقد بلغ 61. حقيقة يعني ما زالت الإجراءات جدا ضعيفة بالنسبة للمواطن بعدم الالتزام بارتداء القفازات والكفوف، وبالتالي كل منظمات المجتمع المدني قامت بحملات واسعة من أجل حث المواطنين على ارتداء الكمامات، ونزلت إلى الأسواق من أجل يعني نشر رسالة توعوية واعية تحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والحد من الإصابات. وحقيقة أيضا محافظة المثنى سجلت إصابات عديدة نتيجة المسح الكبير من خلال إرسال العينات بشكل أكثر، ما أتاح يعني ظهور عدد من الإصابات، وكان هناك زخم كبير على مختبر الصحة العامة. أيضا يعني ما زالت المساعدات تقدم إلى رتة العزل في محافظة المثنى من قبل المنظمات. أيضا يعني يوم غد ستسلم مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية وجبة كبيرة من أجهزة التنفس والمنقذ الحياة، وبالتالي هذه الأجهزة هما بأمس الحاجة لها. طيب هذه علي، علي إذا سمحت لي يعني سؤال، أيضا مؤسسات أخرى علي دعمت. نعم المؤسسات. علي إذا سمحت لي يعني في ظل هذه الظروف، في ظل هذه المستجدات في الوباء في المثنى، خلية الأزمة هل اتخذت أي إجراءات، خصوصا نحن مقبلين على أيام عيد الأضحى المبارك؟ حقيقة يعني خلية الأزمة وبصراحة لم تتخذ أي إجراءات جراء هذا الوضع. أكدت مرارا وتكرارا أن الموضوع هو متعلق بالمواطن، لا سيما الإجراءات. عندما كانت هناك مطالبات بفرض حظر التجوال، فرضت حظرا للتجوال، لكن المواطن بقي على نفس الحال، لم يلتزم،
وبالتالي يعني خلية الأزمة وضعت الحال كما هو عليه التعايش مع الفيروس، وبالتالي أي إجراءات لخلية الأزمة في محافظة المثنى لا توجد. أيضا الأجهزة الأمنية بدورها لم تقم ضمن فرض حظر التجوال الجزئي أو الكلي أو نصب سيطرات أو محاسبة المواطنين بارتداء القفازات وارتداء الكفوف. يعني خلية الأزمة صراحة يعني لم تتخذ أي إجراء ولم تعقد اجتماعات لبيان يعني ديمومة الفيروس، وبالتالي يعني الحد من انتشار المرض في محافظة المثنى. يعني كما قلت لك يعني الوضع يسير بشكل عادي، لا سيما اليوم لاحظنا الأسواق تعجب بالمواطنين، لاحظنا العيادات الخاصة. المحافظة الوحيدة التي لم تلتزم بغلق العيادات هي محافظة المثنى، وبالتالي هناك عيادات خاصة تعجب بالمواطنين ولم تلتزم أيضا لا بالتباعد الجسدي أو ارتداء الكفوف والكمامات أو يعني من كل النواحي. أشكرك علي كريم، ابقى معي، دعنا ننتقل إلى محافظة النجف الأشرف والزميل منتظر الشريفي. منتظر، مساء الخير، ضعنا في آخر الإحصائيات لديك آخر المستجدات بالنسبة للموقف الوبائي من فيروس كورونا. تحية طيبة المهلهل. فعلا أجرى مختبر الصحة العامة المركزي في محافظة النجف الأشرف جملة من الفحوصات حوالي 387 فحص، وبالتالي تم اكتشاف 67 حالة مصابة بفيروس كورونا في عموم محافظة النجف الأشرف بأقضيتها ونواحيها، وبالتالي ليرتفع العدد التراكمي للإصابات خلال الأشهر الماضية هو إلى 5294 إصابة منذ تسجيل أولى الحالات في محافظة النجف الأشرف. وبالتالي هنالك أيضا إصابات في الكوادر الصحية، مع شديد الأسف يعني الكوادر الصحية التي تحارب كجيش أبيض في ردهات العزل، هنالك إصابات، 12 إصابة لهذا اليوم فقط تحديدا، يرتفع العدد التراكمي إلى ما يقرب إلى 500 إصابة إجمالي من ضمن الإصابات العامة التراكمية في محافظة النجف الأشرف. هنالك أيضا وفيات، مع شديد الأسف اليوم لدينا حالة وفاة، يرتفع العدد التراكمي إلى 104 وفاة في المحافظة في عموم المحافظة. طبعا يتم دفنهم في مقبرة كورونا على بعد 15 كيلومترا عن مركز المدينة، هذه المقبرة التي تستلم جميع جثامين ضحايا كورونا من مختلف المحافظات العراقية. لدينا أيضا هنالك بالمقابل حالات شفاء، هذا مؤشر جيد جدا، تم تسجيل 119 حالة شفاء في محافظة النجف الأشرف، يرتفع العدد التراكمي إلى 3500 حالة و25 حالة في المحافظة، وهذا أيضا مؤشر جيد. كما قلنا الراقدون، ما زال هناك راقدون حوالي 1600 حالة ما زالت في ردهات العزل ما بين مجمع الشفاء الأمل مستشفى إصابات اليوم منتظر الصدر التعليمي، كل هذه الأماكن تم تهيئتها كذا لاستقبال. نعم منتظر، هل حصيلة الإصابات اليوم في المحافظة؟ منتظر، أنت ذكرت هناك 12 حالة إصابات، أنا تحدثت 12 حالة إصابة بالنسبة للكادر الطبي لهذا اليوم، هي 67 إصابة طيب فقط لهذا اليوم، والعدد التراكمي اصبح طيب منتظر يعني في ظل هذا في ظل هذه محافظة النجف في ظل هذه الظروف ونحن مقبلون منتظر اذا سمحت لي على ايام عيد الاضحى المبارك، وبالتاكيد هنالك يعني زيارات للمراقد الدينيه، خلية الأزمة نفس السؤال اللي سألته لي علي كريم، اتخذت اي اجراء بخصوص ايام عيد الاضحى المبارك؟ فعلا
هذه نقطة مهمة جدا المهلل، يعني خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف يبدو أنها أكثر التزاما ربما من بعض المحافظات الأخرى، لديها قوانين قد تكون صارمة جزئيا، حيث سوف يمنع وخصوصا في قضية عيد الأضحى المبارك سوف يمنع استقبال الزائرين في قبيل عيد الأضحى المبارك وفي نفس يوم أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للحد من حالة التفشي تفشي فيروس كورونا والانتقال الإصابات ما بين النجف وما بين المحافظات الأخرى، وبالتالي هنالك إجراءات صارمة. على الرغم من ذلك هنالك تخفيف من الإجراءات في داخل المحافظة بشأن المواطنين يعني فسح أو تقليل من وقت حظر التجوال من 10 إلى 6 صباحا، هنالك حالة تراخي ترك الأمور نوعا ما إلى المواطنين بالتباعد المكاني إضافة إلى لبس الكمامات والكفوف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. أشكرك منتظر الشريفي، كنت معنا من النجف الأشرف، وأيضا الشكر إلى علي كريم من المدينة مراسلة العراقية، شكرا لكما. أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي استئناف العمل بالمطارات العراقية بعد انقطاع دام لأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. سلطة الطيران المدني أكدت اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس. هكذا بدت أجواء مطار بغداد الدولي بعد عودة فتح المطارات التي اقتصرت خلال الفترة الماضية على الرحلات الاستثنائية. توقف دام لأكثر من 4 أشهر بعد تفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا، واليوم تعود المطارات لاستقبال المسافرين باستثناء مطارات إقليم كردستان مع تجديد الإجراءات الوقائية التي رحب بها المسافرون الذين طالبوا بضرورة زيادة الإجراءات الصحية حرصا على صحة القادمين والمغادرين. شفنا الإجراءات يعني كلش سهلة وحلوة يعني، ونتمنى تكون فتحة خير على العراق وعلى الاقتصاد العراقي انه فتح الطيران. إجراءات زينة، اكو يعني مثلا فواصل بين المسافر ومسافر. من دخلت المطار شفت اكو التزام قبل المواطنين المشكلة. يعني تقريبا اكو التزام. تعفير الطائرات القادمة من الخارج وكذلك امتعة المسافرين وتوفير كاميرات لفحص حرارة الجسم فضلا عن وثيقة صادرة من وزارة الصحة تضمن خلو المسافر من الفيروس كانت أبرز التعليمات الموجهة لجميع المطارات، فيما ستعمل الجهات المسؤولة بالتعاون مع وزارة الصحة على متابعة عمل شركات السفر والسياحة المطالبين بتطبيق الإرشادات الصحية خصوصا وثيقة الفحص الطبي. النزول التدريجي من الطائرة والطاقة الاستيعابية للجسور الهوائية 50% والحافلات، أيضا تحفير الحقائب قبل وضعها على الحزام الناقل للحقائب، كذلك طلبنا من القادمين فحص البي سي آر قبل 48 ساعة من موعد الرحلة. تم نصب أجهزة تعقيم يدوي، أنفاق تعفير للأشخاص، كذلك كاميرات حرارية لفحص حرارة المسافرين والعاملين داخل المطار. هذه الأجهزة أجهزة فحص حراري ناطقة، أي مسافر أو أي موظف داخل المطار راح تكون درجة حرارته فوق الاعتيادي، راح يتم وضعه في مكان خاص تم تهيئته لهذا الغرض. إعادة فتح المطارات رافقها إجراءات وقائية مشددة، لكنها من وجهة نظر المسافرين لم تصل للمستوى المطلوب، فعلى القائمين على المطارات بالتعاون مع وزارة الصحة تكثيف الإجراءات الصحية في جميع المطارات على اعتبارها واجهة مهمة للبلاد. من مطار بغداد الدولي، حسن الفواز، العراقية الأخبارية. أكدت وزارة الصحة وجود تنسيق مع وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لتزويد المستشفيات بالأكسجين الطبي. الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي صرح لوكالة الأنباء العراقية أن هناك أزمة في توفير الأكسجين الطبي في المستشفيات بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب، فضلا عن قلة في إمكانيات المصانع داخل العراق سواء معامل وزارة الصحة أو القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي في إيران تبرع بأربعة آلاف اسطوانة أكسجين وصل منها 800 اسطوانة توزعت على المراكز الصحية في محافظة بغداد والنجف وواسط، مبينا أن دخول اسطوانات الأكسجين مستمر. نجحت خلية التصدي لأزمة فيروس كورونا في جامعة البصرة من تصنيع وإنتاج مستلزمات تحليل البي سي آر للمساهمة في عمليات فحص المصابين. بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب، نجحت خلية التصدي لأزمة كوفيد 19 بجامعة البصرة في تصنيع وإنتاج كت تحليل البي سي آر والتي يحتاجها العراق بشكل ملح لتسارع عمليات فحص حالات الاشتباه بالإصابة. اكتشفوا أن هاي العدة أولاً تختفي في بعض الأحيان ما تجهز، لأنه العالم كله في حاجة لها وسعرها غالي $3,000. طريقة العمل بيها 3 خطوات تكون طويلة، والمستضد اللي للفيروس اللي يكشف عن الحامض النووي الفيروس هو مستضد واحد، فتمكنوا من تطويرها بالتعاون مع أحد الأخوة المبتعثين بالخارج. اليوم نتحدث على اكتشاف عدة لتشخيص فيروس كورونا، وهو كت البي سي آر اللي قاموا به الفريق البحثي في كلية الصيدلة بتصنيعه وتجهيزه وفحصه في مختبرات دائرة الصحة، وأعطى نتائج باهرة. هذا الكت يحتوي على جينين لتشخيص الفيروس، أي جين وكذلك الـ ORF1B جين يستخدم خصوصا لتشخيص فيروس كورونا. يأتي هذا الإنجاز مع إنجازات أخرى أعلنت عنها جامعة البصرة في مؤتمر صحفي، منها عدة التشخيص والوسط الناقل وإطلاق المنصة الإلكترونية لمتابعة مرضى الحجر المنزلي، فضلا عن منظومة الأكسجين التي تغني عن جهاز الدعم الرئوي في العناية المركزة. جربوا على المرضى وجربوا طكافة كلش عالية، والحقيقة هم أثنوا عليه، استعملوا لحد الآن وطلبوا من عندنا تقريبا 100 جهاز صحة البصرة، زودناهم لحد الآن ب 25 قطعة من هذا الجهاز، من هذا الفنتوري ماسك، ومستمر العمل حاليا بشفتيا، لأنه تصنيع طول كل شوية، طبعا كلفته ما بيكلفه بس ياخذ وقت كل شوية بالتصنيع. في الوقت الذي تسبب فيه الطلب العالمي على نقص معدات مكافحة الفيروس، انبرت جامعة البصرة في تصنيع وإنتاج أغلب الإمدادات المختبرية لفحص الحالات المشتبه بها أملا في احتواء الوباء. عمر الحرمي، العراقية الإخبارية، البصرة. يبدو أن العالم على أعتاب انفراجة قد تكون بداية النهاية لفيروس كورونا. العلماء توصلوا للقاحين اقتربا من مرحلة الإنتاج بعد أن ثبتت فعاليتهما سريريا، فضلا عن لقاح صيني آخر سيبدد مخاوف تفشي الوباء بنحو أوسع. بداية نهاية كورونا بدأت تلوح في الأفق بفضل 3 لقاحات، 2 منهما اقتربا من مرحلة الإنتاج والثالث في الطريق. لقاح أوكسفورد يجمع بين المواد الوراثية والفيروسات الغدية المعدلة. التجارب التي شملت أكثر من 1000 شخص أظهرت أن الحقن أدى إلى إنتاج أجسام مضادة وخلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تحارب الفيروس التاجي. اللقاح الروسي يعتمد على فيروسات الغدة البشرية وناقلات الفيروس المطورة الآمنة. لقاح سينوفاك الصيني يقترب من المرحلة الأخيرة ويعتمد على جزيئات شبه ميتة من الفيروس. المراحل الأولى من الاختبار جيدة ويمر الآن بالمرحلة الثالثة من التجارب في البرازيل. من الممكن أن تكون اللقاحات فعالة قبل نهاية العام وغير متاحة على نطاق واسع. بهدف مواجهة فيروس كورونا، أسهم عدد من الشباب ومنظمات غير حكومية في كربلاء المقدسة بإنشاء بوابات تعفير وتصنيع الكمامات والأقنعة الواقية، فضلا عن صناعة الروبوتات والأسرة الذكية. ابتكارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا أسهم في إنتاجها شباب مبدعون ومؤسسات غير حكومية. بوابات التعفير طريقة ذكية ابتكرها هذا الشاب وانتشرت في المؤسسات الرسمية والمحال التجارية. جهاز هو خدمة مدينتي، لا للشهرة ولا لكسب المال، ومستمرين في التجهيز لكافة دوائر الدولة والمؤسسات حتى انتهاء أزمة كورونا. حطينا هذا الجهاز لتعفير الزبائن من الفيروس الكورونا، وذلك وجود المواد الغذائية واختلاط الناس عندك يعني من بعد سوبر ماركت واختلاط العالم. مطبعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية افتتحت خطا انتاجيا جديدا للأقنعة الواقية، وهي المصد الأول للفيروس
قبل الكمامات. أما جامعة كربلاء فأبدعت في إضافة ابتكارات علمية عبر صناعة الروبوتات والأسرة الذكية وجهاز الإنعاش الرئوي وغيرها. قام الدار الكفيل بإنتاج الماسكات الواقية. هذه الماسكات الواقية فيها ميزات أنه هي قابلة لأن تعقم مرة أخرى وتستخدم مرة أخرى، إضافة إلى أنه حمايتها للعين والأنف والفم لأنها مصنوعة من مادة PVC تمنع دخول الفيروسات والميكروبات إلى الجسم. المريض يتمكن من إنجاز الحركات مالت السرير باستخدام أوامر صوتية. دائرة الأوامر الصوتية تم تدريبها يعني من قبل على أوامر، ويمكن يعني حسب حاجة المريض واللغة مالته واللهجة يمكن تدريب الدائرة عليه. جهود ذاتية ساندة لما تعده الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، ابتكارات كان لها دور كبير في الحد من انتشار الفيروس على نطاق أوسع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حيدر الحاج، العراقي الإخبارية، كربلاء المقدسة. يواصل الفلاحون في محافظة ديالى إدامة واستصلاح أراضيهم في ظل أزمة كورونا، محققين وفرة زراعية، مطالبين الجهات المعنية بدعم جهودهم والحفاظ على المنتج المحلي وإيقاف الاستيراد. لجائحة كورونا انعكاساتها على الواقع العام في الأراقة وبضمنها الجانب الزراعي، الذي واصل الفلاحون إدامة استصلاح وزراعة أراضيهم بما حقق وفرة في المحاصيل الزراعية، مطالبين بدعم تلك الجهود والحفاظ على المنتج المحلي بغلق الحدود أمام المستورد من تلك المحاصيل. ما يخير من الله، والزرع زين جان زرع يعني خير من الله، وأسمدة استلمنا من الحكومة انطتنا يعني زين الحمد لله. هذا الموسم المي زين فاخر، زارعين حنطة وشعير وصيف زارعين خضارة طماطة وخيار، وخير من الله الحمد لله. والله ما تكفي، والفلاح يشتري إذا أسمدة مو كافي ينطون الفلاح. الخزين المائي الموجود في بحيرات وسدود ديالة يكفي الحاجة المحلية للأراضي الزراعية ومعالجة مشكلة أزمة مياه الشرب بحسب مديرية الموارد المائية في المحافظة. خزين إضافي موجودة في بحيرة دربندخان، هذا أيضا يعتبر إلى محافظة ديالة، إضافة إلى عندنا خزين في سد الوند، هذا كله يعني عوامل مساعدة للمحافظة أنه نطمئن المحافظة بتأمين المياه للخطة الصيفية والمياه الشرب وللبساتين اللي هي تشتهر في محافظة ديالة اللي تتجاوز أكثر من 180 ألف دونم بالمحافظة. رغم الإجراءات المتخذة للتخفيف من حدة أزمة كورونا، إلا أن الموسم الزراعي الحالي لم يتأثر من خلال توفير خزين مائي يكفي لسقي المزروعات والأراضي الزراعية والبساتين للتخفيف من شحة المياه الموجودة. من محافظة ديالى، دريد المعموري، العراقية الإخبارية. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في العالم بلغ 630,374 شخصا، وزادت الوفيات خلال اليوم الأخير ب 7,620 حالة. ووفقا للجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم منذ بدء الجائحة 15,227,000 إصابة. أفاد تقرير أكاديمي أمريكي أن العلماء حددوا مجموعة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا يمكنها أن تحسن بشكل كبير حالة المرضى المصابين. وذكر تقرير طبي أن العلماء أثناء عملهم مع عدد من المرضى المصابين بالفيروس نجحوا في عزل أجسام مضادة قبل أو قيل إنها الأكثر فعالية في مكافحة الفيروس.
نتائج واعدة أفرزتها تجربة اللقاح الجديد الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد لمكافحة فيروس كورونا، وهو في طور المرحلة الثالثة والأخيرة. عمل دؤوب يوصل الليل بالنهار يجريه علماء من جامعة أكسفورد البريطانية بغية إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا، ونتائج واعدة أفرزتها نتائج تجربة اللقاح الجديد وهو في طور المرحلة الثالثة والأخيرة قبيل أن يتم الانتهاء من إقراره وتعميمه المتوقع نهاية الشهر المقبل، حيث أظهرت التجارب التي أجريت على أكثر من 1000 شخص أن اللقاح أدى إلى توليد أجسام مضادة وخلايا من نوع T تستطيع مكافحة الفيروس. أجريت تجارب على 1077 شخص ما بين يعني شاب وكبير في السن، وجميع هذه النتائج أظهرت أن هذا اللقاح يشكل أجسام مضادة، ينتج أو يفرز أجسام مضادة ضد الفيروس، وكذلك تشكل حرف T الذي يمكن أن يواجه هذا الفيروس، فيروس كورونا. 90% من المتطوعين الذين تم حقنهم باللقاح الجديد أظهرت أجهزة مناعتهم استجابتها لتوليد أجسام مضادة بعد جرعة واحدة من اللقاح، فيما استجاب بقية 10% عقب تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح. اللقاح الموعود والذي يسمى بلقاح أكسفورد أو الذي أجرته جامعة أكسفورد البريطانية هو لقاح لاقى ترحيب عالمي بصورة عامة، سياسي وإعلامي، وأمور تبشر بخير إن شاء الله. هذا اللقاح بالتفاصيل، البعض التفاصيل، هو العالمة التي تسمى هنا في بريطانيا بالعبقرية سارة جيلبريت، وقد أجرت التجارب على بناتها الثلاثة قبل أن تجري التجارب على الآخرين. الآن بدأت مراحلها الأخيرة أو المرحلة الثالثة، وهو أن يكون على 10,000 متطوع. الحقيقة النتائج طلعت نتائج إيجابية جدا، 90% نجح اللقاح، 10% الأخرى هو وجود صداع وارتفاع بدرجات الحرارة، والارتفاع بدرجة الحرارة حتى شمل 90%، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفيروسات. لقاح أكسفورد تم تجريبه على أشخاص حقنوا بفيروس مطور مشابه في تركيبته الجينية والبروتينية لفيروس كورونا، إلا أنه ليس خطيرا، وذلك في سبيل تهيئة الجهاز المناعي لمهاجمة هكذا نوع من الفيروسات. هذا ولم يؤدي اللقاح إلى حدوث أعراض جانبية خطيرة، لكن حوالي 70% ممن شاركوا في التجارب عانوا من ارتفاع في درجة الحرارة ومن الصداع، ويقول الباحثون أن تلك الأعراض يمكن علاجها بتناول أقراص الباراسيتامول. العاملون على إنتاج اللقاح الجديد يؤكدون أن هناك عملا شاقا ينتظرهم، إلا أنهم يستبشرون بنتائج إيجابية، لا سيما وأن عدد المتطوعين للمشاركة بتجارب المرحلة النهائية قد يصل إلى 10,000 شخص. لقناة العراقية الأخبارية، محمد العبودي، لندن. لليوم الرابع على التوالي سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 6,000 إصابة جديدة بالفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في روسيا عن رصد 147 حالة وفاة و 5,848 إصابة جديدة بالفيروس. أعلنت السلطات اليابانية تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 300 حالة خلال الساعات 24 الماضية، وقالت مصادر يابانية إن الحصيلة الأخيرة تجاوزت الرقم القياسي السابق والذي بلغ 293 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي. أفادت اللجنة الصحية في الصين بتسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس مقابل 14 حالة في اليوم السابق، كما سجلت الصين 31 مريضا جديدا بكورونا دون أعراض بزيادة عن 22 مريضا في اليوم السابق.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول القبض على إرهابيين من عصابات داعش. وقال رسول في بيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومن خلال عملية نوعية مباغتة جرت اليوم ألقوا القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية، أحدهما مشترك بمجزرة سبايكر. وأضاف رسول أن العملية جاءت في محافظة كركوك بعد تنسيق استخباري معلوماتي مشترك مع مكافحة الإرهاب في السليمانية. أعلنت وزارة الداخلية ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا في منطقة الجادرية وسط بغداد. وقالت الداخلية في بيان إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا زنة 2 كيلوغرام فوق إحدى البنايات بمنطقة الجادرية، وقد تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة. تواصل قيادة شرطة الأنبار تأمين الطريق الدولي لما يمثله من تأثير استراتيجي ينعكس على الواقع الاقتصادي للبلد. الطريق الدولي السريع في الأنبار أحد أهم الشرايين الاقتصادية في البلاد، إذ يربط حدودها مع الأردن وسوريا ويمتد وصولا للعاصمة بغداد لأكثر من 500 كيلومتر، ولما له من تأثير تواصل قيادة شرطة الأنبار عمليات مراقبته ومتابعته بمفارز جوال لتأمينه على مدار الساعة. كانت زيارتنا إلى النقاط والمرابات على طول الطريق الدولي السريع، وهو شريان اقتصادي حيوي رئيسي جدا يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة بغداد عن طريق محافظة الأنبار. وهذا الطريق الدولي السريع منذ عام 2006 كان أيضا مخصص وضمن الحماية من قبل مديرية حماية الطرق الخارجية طريق الدول السريع، ووصولا إلى الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك وصولا إلى مع حدودنا منفذ الوليد دولة سوريا. مديرية حماية الطرق الخارجية تشارك أيضا بحماية هذا الطريق الدولي وصولا إلى الصحراء الغربية المحاذية له، حيث تنسق هذه القطعات مع قيادة عمليات الأنبار التي يقع على عاتقها تأمين مقطع من الطريق الدولي وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودي. تم مسك وتأمين هذا الطريق بأسلوب نقاط المرابات على طول الطريق، وكذلك الدوريات السيارة والكمائن الليلية. دائما نكلف بواجبات بعمق الصحراء مع اللواء الثاني، وتبقى هذه الواجبات مدة يومين أو ثلاثة أيام. واجبنا حماية الطرق الخارجية، تأمين الطريق، والطريق سالك يعني إن شاء الله، وماكو أي خلل بالطريق إن شاء الله. وبالتأكيد تأمين هذا الشريان الاقتصادي المهم جدا له ارتداء